اطلب منه ان يطبق قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. انا لو جيت شوية على اخويا المؤجر، بالمناسبة احنا اهل وقرايب والجيران ومفيش اي مشاكل ما بيننا لا مستأجر ولا مؤجر، هما بعض بس القيادات اللي بتزير شرزمات وبتسخن الناس، ما عرفش ايه اهدافهم بصراحة كويس، لكن الارض الواقع مؤجر ومستأجر حبايب، ولكن بسبب الحاجات، ولكن بسبب المشاكل، بسبب تصدير المعلومات دي في التلفزيونات والفضائيات، ابتدوا يتخانقوا مع بعض المستأجر والمالك، وابتدى يعمل تجديل للسلم الاجتماعي. ده قتلوا بعض. قتلوا بعض، حصل كويس. فاحنا بنطالبه اولا يطبق قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المنافع، لان المادة الثانية من دستورها مصدر رئيسي للتشريع. انا لو جيت شوية على اخويا المؤجر، لو جيت شوية عليه مش هينام في الشارع، لكن لو جيت على المستأجر هينام في الشارع.